أيضا نبقى في أجواء المتابعات المهمة في حلقة هذا اليوم، ونذهب إلى السليمانية حيث دخل المنتخب الوطني بكرة الصالات للسيدات معسكرا تدريبيا قبل أن يتوجه إلى المغرب هذا اليوم لغرض الدخول بمعسكر آخر. إذ دخل منتخبنا الوطني لكرة الصالات للسيدات معسكرا على قاعة علي صالح المغلقة في السليمانية، استمر لعشرة أيام طبعا بمشاركة جميع اللاعبات اللاتي تم اختيارهن من قبل الملاك التدريب للمنتخب تحت قيادة المدربة البرتغالية فييرا بيتناكور ومساعديها فرانشيسكو ميجر وفيلاب أندراد. مدير منتخب الصالات للسيدات علي عباس أكد في تصريح خاص به استوديو الملاعب أن اللاعبات يخضعن لوحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، وأن هناك تصاعد في المستوى حيث تسعى المدربة البرتغالية إلى إيصال اللاعبات لأفضل المراحل الفنية المتقدمة قبل خوض غمار معسكر تدريبي خارجي سينطلق في المغرب. وأضاف أن اللاعبة المحترفة في أوروبا هيلين شوان التحقت بتدريبات المنتخب وببعثة العراق على أمل أن تلتحق المحترفات الآخريات شوخان نور الدين وديانا درياووش ونشتمان خليل إبراهيم وسولين عبد الله سعدي خلال المعسكر الذي انطلق هذا اليوم في المغرب. طبعا المعسكر انتهى يوم امس، وبالتالي عدسه استوديو الملاعب وزميلنا مخلد محمد كان حاضرا وهي لنا هذه اللقطات واجرى بعض اللقاءات قبل ان يتجه الفريق العراقي الى المغرب للدخول بمعسكر اخر استعدادا للاستحقاقات المقبله. نتابع هذه اللقاءات اللي اجراها زميلنا مخلد محمد من داخل معسكر السليماني. بعد عدة اختبارات اجرتها المدربة فييرا في بغداد والمحافظات سعت على ان يكون الاعداد المبكر لبطولة تصفيات اسيا الصين التي تنطلق في تايلاند للفترة من 9 لغاية 18 كانون الثاني 2025. اجرينا عدة معسكرات في بغداد، واليوم نختتم معسكرنا في السليمانية بعد 10 ايام من التدريب المكثف. الحقيقة المعسكر أتى بثمارة من خلال رفع المستوى البدني للاعبات، كانت تدريبات جيم ومسبح وتدريبات بدنية. أنا أشوف أن المستوى المنتخب العراقي كلش ممتاز، احنا ندرب وياهن صار تقريبا 3 شهور، أشوف أن المستوى كل زين، أشوف أن الرغبة مع اللاعبات كلش عالية، لاعبات مهاريات كلش، وهو اللي أنا أريده أنه نشوف للعالم أنه العراق عنده مستوى عالي ولاعبات ممتازة، وأنا أشوف أنه عندهم هاي الرغبة أنه يوصلون لمستوى بعد أعلى، وأنا أشوف أنه كل ما نمر التدريبات أشوف المستوى كل ما يعلى اكثر، وانا افتخر بهذا الشيء، فاني كلش فرحانه ويا مستوى اللاعبات. استعداد مالتنا كلش زين، صار 20 يوم هنا، يعني لاعبات وكادر تدريبي ومدربين كلش زين، وكلش استفاده بها هاي معسكر تدريبيه من السليمانيه. استعدادات جيده من قبل الكادر التدريبي باعتبار كادر يعني خارج، نقول تعرف يعني انه ثقافه الفوتسال عندهم تختلف عنا. الحمد لله نتعلم اشياء جديده، نتهيأ للتصفيات المؤهله لتايلاند، والحمد لله استعدادات جيده. كان عندنا معسكر في بغداد وهذا المعسكر الثاني في السليمانيه، واكيد اكو بعد معسكر لاخ باعتبار اللجنه النسويه تهيئ كل الامور وماكو تقصير من عندهم.